بلال اهلا وسهلا نور بياك الله حبيبي. اهلا وسهلا فيك. 30 سنه على انطلاق ام بي سي هذا، واليوم احنا نحتفل بهذا اليوم. شو يمثل لك هذا اليوم؟ بصراحه هذا اليوم بيمثل لي اشياء كثير حلوه. اول شيء لانه انا كنت بقدم صباح الخير يا عرب، مثل هاني متالق الان صباح الخير يا عرب، فكانت تجربه حلوه لانه احنا كنا في البيت الصغير اللي انشا محطه، فكان تحدي بالنسبه لنا كلنا. كنا خايفين لكن كنا مؤمنين بالحلم. البعض كان بيقول انه تجربه سنه او سنتين ويختفي، لكن الحلم الحمد لله استمر. وحتى لو كل واحد فينا راح في طار فلاي لايك بيرد، لكن كل واحد فينا اخذ خبرات كثيره استطعنا من خلالها انه احنا نشتغل في اي مجال رحنا. فلهذا احنا دائما نقول انه ام بي سي دائما المدرسه الحقيقيه، اللي حتى لو الواحد فيها ما استمرش راح يستمر في هذا المجال بكل مهنيه وخبره كبيره. فاكيد يوم كثير كثير يعني لي الكثير. انطلاق الام بي سي كان فعلا غير حياة كثيرين من زملائي، وسعيدين بال 30 سنة عقبال 100 يا رب. ان شاء الله شكرا جزيلا، واتمنى لك ليلة سعيدة يا رب. ان شاء الله. تسلم لي هذه، شكرا جزيلا حبيبي.